شاهد لنا علينا. حقيقة يا أخواني هاللوكيشن الجميل ما منعنا عن الجلوس فيه إلا أمرين: شدة البرد وارتفاع التكايات. والله يا أخواني جيت على الجرح. وعد ومركز صار. والله يا أخواني نفسي أتفاهم أبى أشوف عقلية اللي صمم هالتكاية. أنا ودي أي حنا هوني هي اخترنا هذه، لكن أنتم رايحين فيها. يا الله يعينك. نايف جاه ماشي. أنا كاتب صار كذا متكي. لا بس هو يحسب إنها بتطلع في الشاشة صغار. خليني أكبرها مشاهد. طلعت أكبر من سوقي. الله يحييكم. هذه مركب مو حقتي أنت. والله ما أدري. حقت عند راسك. هذه مدخلينا مع البواب الظاهر ما توصل معك. والله يا إخواني ما شاء الله تبارك الله، أول مرة شفت تكايات بهذه الطريقة. لكن الله يبارك فيها إن شاء الله. نرحب حقيقة.